اهلا بيكم. النهارده الحلقه رقم 100 من بدايه انشاء القناه، ولسبب ما انا مش عارفه قررت ان انا اعمل الحلقه دي ابيض واسود كده. ولانها الحلقه رقم 100 انا جايب لكم حاجه، اغنيه فريده من نوعها، اغنيه بونبونايه كده زي ما كان بيقول استاذنا الاستاذ عمار الشريعي. اغنيه لطيفه جدا، لذيذه جدا، دمها خفيف وفي نفس الوقت فيها طرب. اغنيه شرفتنا للنجمه الشحروره صباح من فيلم خطف مراتي سنة 1954. أكلمكم عن الفيلم، أفكركم بيه. الفيلم بطولة أنور وجدي، فريد شوقي، وصباح وليلى فوزي. كلنا عارفين فكرة الفيلم، إن أنور وجدي وصباح كانوا متجوزين ومش طايقين بعض خالص، لغاية ما هيجي يزورهم فريد شوقي ابن عمته وليلى فوزي بنت خالتها، فكل واحد هيتفق مع التاني إن هما هيحاولوا يبانوا إن هما الاتنين بيحبوا بعض وكويسين والدنيا تمام. فهيبتدي يحصل العكس، هيبتدي ان فريد شوقي يرسم على مرات انور وجدي، ويبتدي بنت خالتها ترسم على جوزها، وهكذا في الدراما طبعا كلنا عارفينها. وخف الدم بديع خيري في الحوار، الفيلم في منتهى الجمال واللذاذه والكوميديا، مش هتبطل ضحك. كمان الفيلم فيه اغاني حلوه جدا، اغاني الفيلم يا جماعه. طبعا الاغاني عاملها الاستاذ عبد الوهاب، عامل اغنيه، والاستاذ رياض الصنباطي عامل اغنيه شرفتنا اللي هنتكلم عليها النهارده، وكمان الاستاذ منير مراد عامل اغنيه جميله قوي اسمها شبكته قلبي شبكتين، والاستاذ عزت الجهلي عامل اغنيه. فالاغاني بتاعت الفيلم اغاني حلوه ومتكلفه، وكلها دمها خفيف وحلوه جدا. اغنيتنا اغنيه شرفتنا، مناسبه الاغنيه في الفيلم ان هو ابن عمته جاي. انا مصر اركز على ابن عمته، لان هي في الاغنيه هتقول ايه، طلع ابن خالك اسمتي، فهو ابن خاله. انا وراجلي ابن خاله وفريد شوقي ابن عمته في الفيلم، فهو المفروض ان هو اتفق معاها ان نلايمها يعني والدنيا تبقى تمام، فلسه هيقدمها لابن عمته، فاذا بيها نازله بملايه لف، وطبعا عايزه يعني ايه تكسفه قدام ابن عمته زي ما هو هيعمل فيها برضه مع بنت خالتها، وهينزلها لابس جلابيه بلدي وبتاع، وخف الدم انور وجدي بقى. فدي المناسبه في الفيلم، فهي بتغني، وكلام الاستاذ فتحي اوره كلام مش ممكن على اللذاذه بتاعته. يعني تعالوا اقول لك هي بتقول له ايه بقى. شرفتنا نورتنا ولو انكم مش زينا، لان هي نازله بملايه لف، لكن بقى القسمه كده هنعمل ايه في بختنا، على كل حال شرفتنا. هتبتدي في اول حاجه اعرفك بحضرتي، انا من فاميليا كويسه، اكبر عيلات بولاء، ستي بتوع وجب يا ميت مسا، يعني ستي بقى من بتوع الموالد وبتوع فهي عايزه يعني ايه بالمصري كده، عايزه تعره يعني، عايزه ابن عمته يشوف صوره مش كويسه. وبعدها هتقول له طلع ابن خالك اسمتي، ولا حبيناه ولا حبينا، لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا، شوف خفه الدم. وبعد كده هيخش فريد شوقي وانور وجدي في الحوار في الغنى، يعني هو هيقول لها الله يا ستي يشرفك فريد شوقي، ده انا من زمان نفسي اعرفك. هتبتدي بقى هي تعرفه اصلا بابن خاله اللي هو عارفه يعني، فبتقول له ايه الغرض، كل الغرض ان هي تحرج انور وجدي، اعرفك بحضرته جوزي ومنايا ومطلبي، شوف رقته شوف خفته، ده انا نفسي حلوه والنبي، نفسي حلو ان هو يعني شخص وحش قوي، فانا نفسي حلوه والنبي، لو شفت ليله دخلته ما كنت جيت تبارك لنا، لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا. طيب في الاخر خالص، في اخر جمله لطيفه جدا مش معقول خفه الدم بتاعت فتحي اوره، يعني هو انور وجدي هيقول له لطيفه خالص مدهشه غاوي الهزار والفرفشه، فهو هيقول لها يا ستي بزياده بقى، هو ده وقت تريقه، فهترد عليه بجمله حلوه، هتقول له طول عمري حلوه مدردحه، بس اعمل ايه في اللي حصل، ورده جميله مفتحه حطوها في حزمه بصل، دي تبقى بلوه مسيحه وشيء ما يرضيش ربنا، يعني مش ممكن، خف الدم مش طبيعي. طيب تعال نشوف بقى الاستاذ رياض الصنباطي اللي ملحن الاغنيه دي. رياض الصنباطي اللي هو الشخصيه الجد اللي هو بيحافظ على قوام الموسيقى العربيه، هيلحن الاغنيه كلامها يعني في بلوه مسيحه وفي حزمة بصل، هيلحن الكلام ده ازاي؟ هيقول الكلام ده ازاي؟ ميزة الأستاذ رياض الصنباطي الكبيرة جدا جدا والعظيمة جدا جدا، بيتكلم بالمزيكا، يعني ايه؟ يعني بيعبر عن الكلام بالظبط، فهتلاقيه هو اختار مقام السيكا الأول، احنا طبعا عشان الأغنية أتمنى ما يكونش ليها حقوق يعني، فهنسمعها كلها مع بعض، فهو الأول هقول لكم بس ملامح عن اللحن كده، وبعد كده نسمع مع بعض لو لنا تعليق هنقوله. هو اختار مقام السيكا، وهو مقام يعني في معظم الاحوال مبهج، وهينقل منه نقلات طربيه جدا، فانت بتلحن كلام المفروض ان هو كوميدي قوي بس بطرب قوي. وكمان فكره ان الاستاذ رياض الصنباطي بيعبر عن الكلمه بالظبط، يعني مثلا بيقول ايه لما جاب تعرف نفسها، اعرفك بحضرتي انا من فاميليا كويسه،
اكبر عائلات بولاق. شوف بقى بولاق منطقه شعبيه في مصر، هو ما يقصدش الاساءه لبولاق ولا حاجه، بس ان احنا بقى ايه بنات شعبيين يعني، فبتزود في كلمه بولاق ستي بتوع وجب يا ميت نسا. وشفت الجمله اللي بعدها، طلع ابني حتى هي بتعمل كده، طلع ابني خالك اسمتي. شفت هو ملحنها ازاي، ملحنها بالمعنى ده بالحركه الايد دي، طلع ابني خالك اسمتي ولا حبيناه ولا حبينا. وطول الاغنيه هو الاستاذ رياض الصمتي بيلعب على النقطه دي، اللي هو فكره السخريه، هي بتتريق لما شوف خفيته شوف رقيته، يعني تريقه، هو ملحنها بتريقه، وهكذا في كل الاغنيه. اللحن من مقام السيكا على درجه السي نص بيمول، او السيكا على السي، يعني اللي هو اساتذه الموسيقى، اساتذتنا بيسموه راحه الارواح. تعالى كده نشوف نغني مع بعض، او نشوف هو اللحن اتلحن ازاي، الكلام ده اتلحن ازاي. بدايه، وهلفت نظركم برضو على بعض، انا قصد اجيب الصوره عشان اقول لكم على حاجات، هي نازله بملايه لف. المقدمه دي من مقامس من مقام السيكا، لا لا لا. بس شوف الطرب اللي في الاغنيه، ده رياض السنباطي طبعا لن يتخلى عن الطرب اللي في الاغنيه. شوف الغنى، شرفتنا نورتنا، بص بيعبر عن الكلام، شرفتنا ملحنها كويس، يعني مش بسخريه ولا بحاجه. ولو انكم مش زين لكن بقى الاسم كده، هنعمل ايه في بختنا. هنا الاستاذ رياض السنباطي في كلمه هنعمل ايه بس، هو راح لمقام البياتي على درجه الري، هنعمل ايه في بختنا على كل حال. هيرجع تاني للسيكا، شرفتنا اللازمة من مقام السيكا عادي جدا. هيقول لكم بالاول اعرفك، هيروح لمقام البياتي، بحضرتي انا من فاميليا كويسه. هنا بقى شفت، هنا بنت شعبيه بقى، بولا ستي. وهو طبعا شوف ردود افعال انور وجدي وفريد شوقي، طبعا فريد شوقي مستمتع، هو في حاله استمتاع بالموضوع. طلع ابني، شوف حد بتعمل ازاي، لك اسمتي ولا حبينا. هيرجع هنا تاني، يعني من اول طلع ابن خالك اسمتي، هو رجع، هو بدا بغنى من مقام البياتي، اعرفك بحضرتي انا من فاميليا كويسه، اكبر عيلات بولا ستي بتوع جبابي. من اول طلع ابن خالك رجع تاني لمقام السيكا، طلع ابن خالك اسمتي. وعند كلمه هنعمل ايه هيروح رايح بياتي تاني، هنعمل ايه في بختنا، وهكذا. زي ايه الرجعه دي، هي كل مره هيرجع. تعال نشوف بقى رياض سنباتي خلى فريد شوقي يغني، هيغني هو كمان. الله يا ستي، فريد شوقي، ثانية واحدة بس، فريد شوقي يا جماعة اللي هو لما فكر يغني اتريق على موضوع والله زمان زمان، والله كان طالع مطرب فاشل في بداية ونهاية. هو هنا بيقول الله يا ستي شرفك، رياض السنباطي خلى فريد شوقي يعرف يقول. هنا هتروح بقى هي للكوبليه الثاني اللي بعد كده، فهتقول له ايه، هتروح لمقام الحجاز عشان هي تعرفه بانور وجدي، وانا عايزكم تخلي بالكم بس من رياكشنات وش انور وجدي وهي بتقول شوف رقته شوف خفته. هنا مقام الحجاز، بص انور وجدي، بص خفه الدم، بص جماله، مش ممكن. الجمله اللي جايه ايه، لو شفتوا ليله دخلته بياتي، بس هي كلمه ليله دخلته، فاتقالت كلمه ليله دخلته، فالاستاذ صنباطي راح مغير الايقاع لايقاع زفه، وكان في ليله دخله، دوم تك 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 دوم تك تك، اسمع كده، شفتك دوم تك تك دوم تك 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 دوم تك تك دوم تك 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 دوم. ومن البياتي هيرجع تاني، لكن بقى الاسم كده للسيكا وبياتي، ويقفل على السيكا زي ما بدا. هنا هيبقى ايه، يعني انا وراجل هيحاول يلم الموضوع شويه خالص، مدهشه. شفت الايقاع بيتغير ازاي، شوف هي هترد عليه بقى ازاي بقى. مقام بياتي، حلوه مدردحه بس اعمل ايه في اللي حصل. وخد بالك من رياكشنات انور وجدي، بص بيبص لها ازاي. حطوها، بص الطرب، غنى بتغني، صباح بتغني، هتكلم على صباح بعد شويه.
وشيء ما يرضيش ربنا، لكن بقى الاسم كده. اغنيه ممتعه بشكل ودمها خفيف بشكل، وفيها طرب، فيها مزيكا، انت بتنقل من سيكا البياتي. شوف القفله بقى، نورتنا ونورتنا، شفت الناي اللي دخل ده وفريد شوقي بيسقف لها. تعال بس اتكلم دقيقه بس عن صباح. يعني شفت اولا صباح، شفت مطربة بتمتلك تقريبا كل شيء، الجمال والكاريزما وخفة الدم والقبول والروح الخفيفة، وكمان الصوت الحلو والطرب والأغنية. على فكرة لو جربت تغنيها هتلاقي الأغنية مش سهلة، أغنية أنت بتنقل من سيكا البياتي، وبعد كده بتروح لحجاز، وبعد كده أنت شغال ما بين السيكا والبياتي، مقامات شرقية أصيلة فيها نقلات صعبة، أقدر أقول إن فيها نقلات صعبة. لكن هي بتغنيها بكل سلاسة. لكن بقى الاسم كده، هنعمل ايه في بختنا على كل حال. ما تحسش انها بتبذل مجهود وفي نفس الوقت بتضحك وهي بتغني، مش يعني مش مركزة بقى في ان اللحن صعب، لا 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 خالص خالص خالص، ما عندهاش اي مشاكل. صوت عظيم جدا وكاريزما كبيرة جدا للفنانة الكبيرة الراحلة صباح. طبعا اللي بقاله كتير ما سمعش الفيلم يروح يتفرج على الفيلم، الفيلم كله جميل جدا. وممكن نروح نسمع، يعني انصحكم نسمع ايه، نسمع اكره انا اكرهك، كلمات استاذ حسين السيد، الحان استاذ محمد عبد الوهاب، اغنيه جميله قوي. نسمع شبكته قلبي شبكتين من كلمات فتحي اورا والحان منير مراد، ونسمع شرفتنا كلمات فتحي اورا والحان الموسيقى الكبير رياض السنباطي. اشكركم جدا جدا، لو عجبك الفيديو اعمل شير، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، واسمع مبروك بقى بمناسبه الحلقه 100، وأشوفكم في فيديوهات جديدة. شكرا، سلام.